هو فاكر ماتش انت شفته في رمضان؟ لا انا في سفريه كاس عالم 2018 روسيا. كان مصر هتلعب اول يوم عيد. وانا بقى كنت بره مصر، كنت عايش في قطر، فسافرت بقى من قطر لغايه روسيا وترانزيت. صحابي كلهم، احنا كنا طالعين حوالي 7 أو 8، كلهم جابوا من دار الافتاء ان احنا ينفع نفطر، ان احنا هنسافر وعلى سفر، كلهم فطروا. وانا مصمم افطرش يا كريم. وسافرت وبقى ايه بقى كل شويه بقى، طب ما افطر يعني، ايه المشكله؟ فضلت يا كريم والله من مطار رحت اذربيجان، قعدت فيها ونمت كده في الكبسوله دي. دول برضه هيخشوا تماتوا بقى، لما وصلت روسيا مفيش بقى، طب انت مفيش بقى خلاص، اتصمت بك حوالي 20 ساعه. فوصلت لغايه اخر ساعتين فطرت. طب انا لحقت؟ والله طب انا فطرت ليه؟ طب فطرت ليه من الاول؟ فضل ماسك نفسه وقاعد بقى في الطياره بقى، ركبت طيارتين في اليوم. صعبه بقى. انت بتقف صعبه والله، وزي عدت تايم زون. برافو عليك. وتاكل ايه؟ وفاكر انا في روسيا تقريبا كان من الساعه، كان الساعه كام؟ 9 بالليل تقريبا، 10 بالليل. ايوه كان الوقت بدري، ما كانش فيه اصلا ولا شمس ولا اي حاجه. فبقول لك كريم، واركب الطياره وتاكل؟ لا خالص، والناس كلها في الطياره بتاكل وكلهم مشجعين، وانا بقى ماسك نفسي. انا اللي هخش الجنه، انا بقى اللي هخش الجنه اللي فيه. وفي الاخر فطرت عشان ربنا يكرمنا النهارده ونكسب. فاكر 1-0؟ هات يا ابني السندوتش. باظت خلاص والله العظيم يا اسلام، من اسوأ لحظات حياتي الكرويه. انا قاعد قدام الجون الناحيه الثانيه، الفاول اتلعب بتاع اوروجواي، وخلاص بقى هتفضل دقيقه على الماتش يخلص، واول مره في كاس العالم وبعد 28 سنه وفرحانه. جون جه يا كريم والله العظيم، حاله من السكون والهدوء في الاستاد كله الا جماهير اوروجواي. فكان يومين صعبين قوي بصراحه، كانوا صايمين برضه. ما ليه